سامحني جناب القمص، سنعود للفكرة لكن معنا الآن اتصالات هاتفية. فضل. سنأخذ واحد من هذه الاتصالات. معنا أبو أحمد من ألمانيا. أبو أحمد، سيد أبو أحمد، أهلا بك. نعم نعم، يا أهلا وسهلا بكم. يسمعوني؟ نحن نسمعك، تفضل سؤال من فضلك. طيب سؤالي، لي سؤالان مترابطان. تفضل. أحدهما فيما زعم القس زكريا بطرس. نعم. بأن القرآن ليس وحيا من الله عز وجل. نعم. وهو ما زعم في حلقته السادسة وعنوانها أخطاء القرآن. نعم. ففي تمام الدقيقة 19 والثانية 18. هل ممكن تختصر السؤال من فضلك بدون تفاصيل يعني؟ أصاب وقت ابقوا مع دقيقة لأن هناك كثيرون أيضا يستمعون الإجابة. نعم نعم، إذ قال بأن في القرآن أخطاء نحوية. نعم. واستشهد بقول الله عز وجل من سورة طه. لكن موضوعنا الآن هو عن هل القرآن وحي من الله، سنعود لموضوع الأخطاء. بل بأن الأخطاء النحوية تدل على أن القرآن ليس وحيا من الله. الآن نحن في نفس الموضوع. نعم، لكن قصة بدء الوحي التي أسس عليها القرآن نحن نناقشها الآن. قصة بدء الوحي توحي بأن القرآن ليس وحيا من الله أصلا. فهل تستطيع؟ نعم تفضل. نعم، قال بأن قول الله عز وجل قالوا إن هذان لساحران خطأ. نعم. لأن هذان جاء بالرفع والصحيح أن نعم. يأتي بالنصب، ولكن عندما ظهرت الآية على شاشتكم في تلك الحلقة في تمام الدقيقة 20. هذا برنامج ثاني يا سيد أبو أحمد. نعم، دعني أكمل دقيقة فقط، دقيقة سأكمل. أشكرك، سؤالك وصل لأنه لدينا مكالمات أخرى، ولكن سؤالك وصل. ممكن أقول له رد صغير؟ تفضل جناب القمص. يا عزيزي الفاضل، قول إن تشكيلها بإن الساكنة فتلغي قاعدتها أنها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، هذا ما قاله بعض المفسرين. لكن عد إلى بقية المفسرين، وأنا قلت في هذه الحلقة أن بعض المفسرين قالوا بتسكين النون لتلغي حكم إن، ولكن مفسرين آخرون قالوا أنها إما وجاءت في قراءات أخرى إما. أستسمحك زناب القمص، لكن نريد أغلبية المكالمات نريدها أن تكون تصب في موضوعنا. نأخذ مكالمة أخرى هي من أشكرك جناب القمص. نأخذ مكالمة أخرى. الاسم من فضلك. ألو. ألو، الاسم من فضلك. أنا أم سيليا من فرنسا. تفضلي سيدة أم سيليا. أنا نفسي أنا الحمد لله مسلمة، ونفسي أن القمص زكريا بطرس يعمل منادرة مع الشيخ الذي كان يكبر فيه أبو أحمد والأخ حديث في الفعل تالكا والأخ وسام، لأن عندما نريد أن نعمل معه منادرة هو دائما يرفض المنادرات، وأنا نفسي أن يحدد موعد نعمل معه منادرة. هذا يمكن أن تذهبي له للبالتوك وتأخذي موعد. نريد أن نعمل معه منادرة، وكل إخوة أخ حليم والأخ راجي كلهم معك ما يريدون أن يعملوا منادرة. نحن نرحب منادرات مع المسلمين. نحن سامحيني الهجوم لا نسمح به في هذا البرنامج، لكن نقول للمشاهدين نحن نرحب بكل الشيوخ وكل العلماء وكل شخص لديه يعني رأي ويريد أن يجلب مداخلات أن يذهب إلى صفحة هذا البرنامج ويطلب اتصال مباشر وسنرتب ذلك. نعلق بس تعليق. نعم تفضل. هي ذاتنا بركة دلوقتي، ما يصحش إن احنا نفوتها من غير ما نبارك. على الشتائم التي شتمتينا بها أعطيتينا بركة. طوباكم إذا قالوا فيكم كل كلمة شريرة من أجل كذبين. فإحنا بنشكرك وبنتمنى لك بركة متزايدة. أما المناظرات أدي إحنا مفتوحين على الهواء، واللي عايز يتشرف ويكلم أخونا المضيف. سامحني.